يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجة تقول إنها تشكو من زوجها بأنه يشخر في نومه وهي لا أنه يشخر في نومه وهي لا تستطيع أن تنام معه في الغرفة بسبب ذلك. سؤالها: هل يجوز لها أن تترك زوجها في غرفته ثم تقوم وتنام في غرفة أخرى؟ نعم، هذا ضرر، هذا الضرر بلا شك، ويقلقها، فلها أن تذهب إلى غرفة أخرى لتستريح فيها. نعم.